مهما كان انا فعلا انا هفكر وهفكر وهفكر في اي عروض هتجيلي، لان انا موجود في مصر. مع ان انا موجود في مصر معناها ان انا بلعب في دوري من غير جمهور، بلعب في دوري اغلب المحيطين بيه مركزين على الكوره بره الملعب اكتر من الكوره جوه الملعب، ومصعبين الدنيا خالص وبيحسوك ان عالم كره القدم هو عباره عن ساحه للحرب وساحه للمعارك واثبات مين الاقوى. فالراجل كان مجبر ان هو لو كان عنده عروض فعلا هيناقشها ويشوف مين الاصلح ليه، يكمل في الاهلي سنه كمان ولا يشوف العروض اللي بره. بس المشكله لو دورت على العروض اللي بره هتلاقي ان الكلام كله كان على العين الاماراتي، والعين عنده بيدرو ايمانويل، وبيدرو ايمانويل كاسمه وكتارجت وكمدرب على مارين فايلر بملاحظ. ولو دورت برضه على الكلام اللي طلع من امبارح عن الجزيره الاماراتي، لو دورت من مغرب الجزيره الاماراتي هتلاقي مارسيل كايزر راجل برضه عندي سي في، وراجل ماسك اياكس امستردام الفريق الثاني، وراجل برضه يعني اسم كبير في عالم التدريب بالنسبه لمقارنته مع رينيه فايلر، اللي هو يعني طب لما تهبطوا في شويه عروض اهبطوا فيها باحترام شويه، يعني بلاش تدوا شويه اسماء كده وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوك اسلام حنفي، ودي قناه اسمها اسلام حنفي يا اسطى بالمناسبه، اللي هو دوت ميك سنس. بص يا اسطى، انا هكلمك في حاجه بسيطه. الكلام كله الفتره اللي فاتت او الاسبوعين اللي فاتوا تحديدا على التجديد مع السيد رينيه فايلر. رينيه فايلر عنده هاجس زي اي حد اجنبي في الفتره اللي احنا فيها دي. الموضوع فيه وباء وحاله ماليه في 60 نيله، ومصر بدات تبقى الاعداد بتتزايد، فالراجل طبيعي انه يخاف على نفسه يا اسطى. الراجل هيبني كده على عدى سنه وبعد كده يجي لابس حاله هنا في مصر، يبقى لبس في الحيط قبل ما الدوري ما يرجع يا اسطى، يعني مفيش كوره وكمان يجي له كورونا. فالراجل مرعوب، وبصراحه ربنا من حقه ان هو يعني يترعب شويه، من حقه ان هو يفكر بدل المره 3 و4. يعني لو مفيش عروض ندور على موضوع ان البلد بقت يعني في اعداد بتزيد ومش عارفين هنبقى يعني ذروه الصباغه تبقى امتى. فالراجل ليه حق ان هو يخاف يا اسطى، والراجل ليه حق ان هو يقلق من ان هو يجدد لك سنه. فيها ايه يا اسطى يعني؟ بس احنا بس انت مش مركز انت في الحاجات بتاع الاصابات اللي بتزيد، وان احنا يعني بسم الله ما شاء الله وصلنا 35,000 حاله يعني، وبكره هتلاقيهم زادوا 1000 حاله. فعارف يا اسطى ان انت اهم حاجه بالنسبه لك حد يطلع يشتم في خالد غندور، حد يطلع يشتم في مرتضى، حد يطلع يتكلم على الحلقه التاريخيه والعظيمه اللي عادل كي وبرنامج منسي عملها النهارده. مستني ان انت تطلع حد يقول لك، بس مش مستني ان حد يقول لك يا اسطى احنا شويه تاني وهنبقى بورد احداث وهنبقى في الذروه وهنلاقي اعداد كتيره بتزيد وهنلاقي ناس من اهالينا جالها. محدش بيتكلم معاك في الموضوع ده خالص. ليه؟ ما هم كان الاعلام بتاعنا كان بيكلمك على ان الموضوع يا جماعه بسيط وناكل شلاوله ونشرب مش عارف ايه. فطبيعي وطبيعي ان الراجل يخاف، الراجل اجنبي وراجل سويسري مرعوبين من الحوار ده. فالراجل هيروح ياخد راي مراته وراي الاسره، يا جماعه نكمل في مصر ولا نشوف اي شغل هنا في سويسرا؟ الراجل يعني طبيعي زي اي حد. هتقعد بقى تقول لي ما هو لا ما عاطي وعود للاهلي ومش عاطي وعود للاهلي. يا اسطى انت بتصدق كلام على صديق يا اسطى؟ يا اسطى ده الراجل عمل حوار عالمي اللي هو انا اسيب ناس اتفقوا معايا كده ليه؟ الناس دي عملت معايا الصح كله. الناس دي لما قلت لهم عايز امشي عاشور مشوه، ما قلت لهم عايز ارجع محمد شريف هيرجعوه. اللي هو يا اسطى مش ده مدرب، مش ده اللي بيطلب اللعيبه وده اللي بيمشي اللعيبه. اللي هو يا اسطى مدير الفريق ما طلبش يمشي لعيبه، هيمشوا بقرار سبب حفيظ. يعني اللي هو يعني عشان هم عملوا معاه كده الراجل هيبقى اصيل ويجدد سنه على بياض. اللي هو طب صل على النبي، يعني هو ده بس المفيد في الجوله؟ طب بمناسبه بقى ان احنا امتى المواعيد بتاع رجوع النشاط؟ الله اعلم. طب النشاط هيرجع ولا لا؟ برضه الله اعلم. طب هنكمل دوري ولا في كاس بس اللي هيكمل؟ الله اعلم. طب شوبير اللي بيقول احداث الكوره في مصر دلوقتي هو اللي هيظبطها ولا لا؟ الله اعلم. طب امال عايز الراجل يمضي ليه يا اسطى؟ انت مش عارف حاجه في الدوري بتاعك ولا عارف هنمضي امتى ولا هنخلص امتى، وعايز الراجل يمضي على بياض لمجرد انه حب النادي وحب يا اسطى؟ الراجل اجنبي ومحترف، الراجل جه هنا علشان خاطر يبيض اسمه اللي كان فيه شويه مشاكل في اخر نسخه تدريبيه كان بيدربها يا اسطى. يا اسطى الراجل الفرقه كان بيدربها بدل الاهلي طلع خبط في الاداره وطلع خبط في اللعيبه، فالراجل كان عنده مشاكل في اي فرقه تيجي تشكله كانوا بيخافوا منه انه لسانه طويل. يعني الراجل جه الاهلي وربنا كرمه وربنا شد في ازره، والراجل بقى عنده ارقام حلوه وانتصارات حلوه. الراجل هيجي فجاه كده مره واحده يلاقي ان هو الدوري وقف ومحدش عارف الدوري هيكمل ولا لا، والاتحاد الافريقي رمى البطوله لحد شهر 9 الجاي. انت عايز الراجل يجدد ليه يعني؟ خلينا يقعد يتفرج معانا. يعني بيقول لك يا اسطى التاجر لما بيفلس بيدور في الفتره القديمه، احنا بقى لنا كام شهر بندور في الرياضه القاره؟ عشان تعرف قد ايه احنا عالم مفلسه. فانت متفاجئ ان رينيه فايلر لسه ما جددش؟ ما تتفاجئش يا اسطى، والله ما تتفاجئ. انا بس بتفاجئ من عروض العين وعروض الجزيره والكلام ده. اللي هو لو دورت على مدرب العين بيدرو مانويل لسه جاي السنه اللي فاتت، وبرده نفس الكلام بالنسبه لكايزر. الناس لسه جايه السنه اللي فاتت، يعني لسه ما كملوش موسم. بس عادي ايه بقى، طلع الجزيره عايز فايلر وبيصارع الاهلي على فايلر، والعين الاماراتي ده عايز فايلر ومش عارف مين عايز فايلر، ونادي سويسرا عايز فايلر. بسم الله مش الهبد وصل لحد سويسرا بقى بيهبدوا في انديه مش عارفين اساميها، وحتى بيخافوا ان هم يكتبوا اي اسم. وتلاقي الخبر عباره عن ايه؟ نقلت تقارير صحفيه مصريه. تقارير صحفيه مصريه دي اساسا ما كلهم قاعدين يا اسطى في القنوات بيهبدوا؟ انا مش في حد قاعد يكتب في المواقع ولا اي حد بيعمل تقارير صحفيه.
ده متقيل قوي حوار انك تطلع عروض للريفايلر مش موجوده ده، او حتى يعني لو انت مش عارف توصل اي معلومه قول ما اعرفش، مش عيب انك تقول ما اعرفش اي حاجه بخصوص ملف تجديد الريفايلر، مش عيب. العيب انك تقعد تهبد وانك تقعد تقول راجل عنده عروض وراجل بيفكر فيها وراجل بيتم اغراءه ماليا وراجل مش عارف حد بيقول له ما تجددش عشان الاهلي فيح. يا جماعه ارتقوا شويه بعقول اللي انتوا بتعاملوها، يعني انا عارف ان انتوا يعني خلاص يعني ما بقتش عاملين ان احنا عقول ولا حق بتكلموا بني ادمين وقاعدين تهبدوا علينا اي هبد واي شطافه. ويتعرف على 6 صفقات اللي فايلر رفضهم، محمد ابراهيم على مش عارف الفرق، بص هم جابوا لنا 3 4 جزائريين ولا دول الصفقات اللي فايلر رفضها، وتدور على الاهلي فوت حد فيهم الاهلي ما اتكلمش. طيب نتفاجئ ان الاعلام بتاعنا بيهبد يا اسطى؟ اذا كان كبار الاعلاميين في مصر هبدين، انا جت على الاعلام الرياضي يا اسطى هيبقى حرام اللي هبد عليهم، دعهم يهبدوا في صمت. وبمناسبه اخوك اللي بيهبد لك دلوقتي في سيت لعيب محترم، مش هتخسر حاجه لو عملت له لايك يا اسطى، ما انت قعدت تسمع 3 ساعات في ملك وكتابه وهم كانوا بيعملوا رياكت على مرتضى منصور. يا اسطى احنا لو اعطينا الفيديوهات دي البرجو كان طلع محتوى احسن بكتير من اللي هم عملوه.